مرحبا، نحن اليوم معكم من على ضفاف قناة اسطنبول، مشروع العصر الحديث على مستوى العالم. مدينة اسطنبول بسبب الازدحام عم تشهد تطور عمراني وتمدد سكاني. هي المنطقة اسمها ياني شهير، أي المدينة الجديدة اللي حيصير فيها إعمار مستقبلا. الجسر اللي شايفينه أو أساسات الجسر هي أساسات لجسر طريق كوزاي مرمرة اللي بيربط الطرف الأوروبي بالطرف الآسيوي، وأيضا الأبنية هي منطقة سبارتاكولي، أيضا بتشوف رؤية بحرية على قناة اسطنبول، والمنطقة اللي من هون بشاك شهير. فالمنطقة جدا حيوية وممتازة للاستثمار. في عندنا في هالمنطقة قطع أرض من أصغر مساحة لأكبر مساحة وبمساحات متوسطة، بإمكانكم تستثمروا بهاي الأراضي حتى تستفيدوا بالنسبة للسكن وبالنسبة للاستثمار. تواصلوا معنا حتى تعرفوا شو هي الأراضي الموجودة بهاي المنطقة وشو هي أسعارها وشو هي ميزاتها، وحتى تحصلوا على العروض المثالية. تحياتي.